يناديلك يا مشمش، على فكرة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم القوامة من النفقة، صح؟ تمام. للذكر حظ الأنثيين علشان حيصرف عليها، لأنه حينفق عليها، صح؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنوب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مش بلا أسماء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله الله الله، لا إله إلا الله. هذا يوم آخر من بعد رسول الله. أيوه حبيبي حبيبي.